تعال روح بقى لشركة الكورة في النادي الأهلي، عرفنا على تشكيلها الجديد والطموحات، طموحات الأهلاوية كتيرة جدا، وهكون صريح معاك ما تزعلش مني يعني. الناس حابه قوي فكره شركه الكوره، وحابه قوي ان النادي الاهلي نادي مؤسسي وشغال بالطريقه دي، بس في نفس الوقت البعض بيقول لها شركه الكوره بتعمل ايه؟ طيب خليني اقول الاول التشكيل الجديد. رئيس مجلس الاداره المهندس ايمن حسين، نعم، ونائب رئيس مجلس الاداره الاستاذ احمد شمس، نعم، واعضاء مجلس الاداره الاستاذ وائل زياده واحمد حسام عوض. الثلاثة من خلفيات ممكن ما كانش ليها سابق شغل في المجال الرياضي، لكنهم خلفيات استثمارية ناجحة جدا 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 جدا، أسماء يعني الكل بيشهد ليهم بالكفاءة والاحترام وشغل زي ما بنقول بالبلدي شغل من النار يعني. كويس. ده بيعكس رؤية الكابتن الخطيب اللي هو عاوز إيه من شركة الكرة الفترة اللي جاية، اللي هي الدور الاستثماري البحت. نعم. وبالمناسبه يا كابتن، احنا من اول ما جينا مع المهندس عادل القيعي في اول قعده مع الكابتن الخطيب، قال الحته الفنيه هي احنا مش متداخلين فيها تماما. انت يعني كشركه كوره مش متداخلين فيها اطلاقا اطلاقا. احنا كنا منفذين عن طريق امير توفيق لما كان مسؤول عن التعاقدات، منفذين لرؤيه المدير الفني ولجنه كويس. التخطيط والكابتن الخطيب. لكن احنا ما كانش لينا تدخل في هنشتري مين، هنبيع مين، هنعمل ايه، دي ما كانتش قصتنا، وده باتفاق من البدايه. من البدايه من ماشي. اول يوم ما كانش لي. لكن كان من حقنا نرشح، من حقنا نقول يا كابتن بصوا على ده او بصوا على ده او بصوا على ده، لكن ما كناش متداخلين تماما في اتخاذ قرار فني من اي نوع، ده باتفاق مع الكابتن الخطيب. كان دورنا استثماري بحت وايجاد مصادر دخل لقطاع كره القدم اللي بيصرف كتير جدا جدا عشان نقدر نحقق طلبات المدير الفني ومصروف الفرقه وما الى ذلك. كويس. بس طيب